سنتعلم في هذا التمرين طريقة عمل مطرقة باستخدام أوامر التعديل Edit Mesh و Mesh Smooth. وسنحتاج في هذا التمرين لعمل بوكس، فننتقل إلى اللوحة Create ثم نضغط على المفتاح بوكس، ومن القائمة Keyboard Entry نكتب 10 في الخانة Length، و10 في الخانة Width، و100 في الخانة Height. ومن القائمة Parameters نكتب 10 في خانة Height Segments، ثم نضغط Create فيتم تكوين البوكس. ننتقل بعد ذلك إلى اللوحة Modify ونقوم بإضافة أمر التعديل Edit Mesh، ثم نقوم بإضافة الأمر Mesh Smooth. ومن القائمة Subdivision Amount نعدل القيمة Iterations إلى 2، ثم ننتقل إلى مستوى التعديل Polygon في الأمر Edit Mesh، ونشغل الأمر Show End Result، فيظهر العنصر بشكل شبكي كما نرى. والآن سنبدأ بعمل رأس المطرقة، فنقوم باختيار أحد البوليجونز في أعلى البوكس، ثم نضغط على مفتاح الماوس الأيمن ونختار Extrude Polygons، فنجد أن شكل المؤشر يتغير عند تحريكه فوق البوليجون المختار، فنقوم بالضغط مع السحب بمقدار بسيط، ثم نضغط بمفتاح الماوس الأيمن مرة أخرى ونختار Bevel Polygon، ثم نضغط مع السحب إلى أعلى لتحديد مقدار المد، ونترك مفتاح الماوس الأيسر ونحرك مؤشر الماوس إلى أعلى لعمل تكبير للبوليجون، ثم نضغط بمفتاح الماوس الأيسر مرة أخرى لإنهاء التكوين. والآن نقوم بتكرار العملية مرة أخرى لجعل رأس المطرقة تأخذ شكلا مفلطحا. سنقوم بعد ذلك باختيار البوليجون المقابل وتكرار الخطوات السابقة ولكن بصورة أقل. نريد بعد ذلك عمل يد المطرقة، فننتقل إلى المسقط فرانت ونختار مجموعة البوليجونز السفلية، ونشغل الاختيار لوكال من القائمة Edit Geometry، ونكتب 3 في الخانة Extrude ونضغط Enter، ثم نختار البوليجونز الداخلية لليد ونختار الأداة Select and Uniform Scale، ونقوم بتصغير هذه البوليجونز، ونختار الأداة Move ونحرك قاعدة المطرقة إلى أسفل قليلا، ونقوم بعد ذلك باختيار البوليجونز الخاصة بالجزء المعدني من المطرقة، ومن القائمة Surface Properties نكتب 1 في الخانة ID، ثم نختار البوليجونز الخاصة باليد ونكتب 2 في الخانة ID، ثم ننتقل إلى مستوى التعديل Vertex ونختار Vertex في المنطقة الفاصلة بين الجزء العلوي والسفلي من المطرقة والنقاط في نهاية اليد، ومن القائمة Surface Properties نكتب 5 في الخانة Weight، ثم نختار الأمر Mesh Smooth. والآن نقوم بإعداد الخامات للمطرقة، فنفتح النافذة Material Editor بالضغط على المفتاح M من لوحة المفاتيح، ثم نضغط على الرمز Assign Material to Selection لإلحاق الخامة بالعنصر، ثم نضغط على المفتاح Standard ونختار الخامة Multi Sub Object ونضغط OK، ثم نضغط على مفتاح الخامة رقم 1، ومن القائمة Shader Basic Parameters نختار Anisotropic ونعدل القيمة Diffuse Level إلى 30 و Specular Level إلى 250. بذلك نكون قد قمنا بعمل خامة الجزء المعدني، فنضغط على الرمز Go Forward to Sibling للانتقال إلى الخامة رقم 2 وعمل خامة اليد، فنكتب 40 في الخانة Specular Level و 7/10 في الخانة Soften، ومن القائمة Maps نضغط على المفتاح None الخاص بقناة Diffuse ونختار Noise،
ومن القائمة Noise Parameters نختار Turbulence من Noise Type، ونكتب 1/10 في الخانة Size. وبعمل معالجة للمشهد نرى النتيجة النهائية.